عمرك بتشوف واحد يقضي سهرة حمراء وبعدين يقوم يقيم الليل؟ لا تحصلش، عشان الحرام بيطرد الشياطين، بتطرد، بتخلي يعني هو كده. عشان كده ربنا قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. لا ينبغي لهم، القرآن ده حاجة عالية جدا. الشياطين مالها ومال الحاجات دي؟ الشياطين ما تعرفش معاني الحب لله والخضوع والانكسار والافتقار والخوف والرجاء والتوكل، ما تعرفهاش. مستحيل ان يأتي بهذا الكلام شياطين. ما فيش الكتب السماوية السابقة التي وقع فيها تحريف، البقايا اللي فيها من معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته ومع البقايا، بقايا الحق اللي فيها، بيخلي الإنسان يعرف على طول إن دي مش كاة واحدة. الواحد بيفكر كده، ورقة بن نوفل أول ما سمع اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا الناموس الذي كان يأتي موسى؟ لأن هو في الحقيقة المعاني دي مش موجودة غير في الكتب السماوية، بس ما فيش حاجة موجود فيها مثل هذا القدر من التعريف بالله، بعيدا عن سخافات الفلسفة وعلم الكلام. تعريف بصفات الله وبأفعال الله وبرحمته وبعزته وبقهره وقوته سبحانه وتعالى و رحمته الخاصة بالدين بعباده المؤمنين، يرحمهم بالدين. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. رحمة الدين من حكمته، من عدله، من علوه، من أوليته، من آخريته، من ظهوره ومن بطونه. مفيش بيان زي بيان القرآن. ده يعني فعلا اللي يقرأ هيجد ان لا يوجد يعني تعريف بالله سبحانه وتعالى وتعريف بعبادة القلوب وضرب الأمثلة للناس من خلال حياة الأنبياء ومواقفهم، لا يوجد مثل القرآن. يبقى لازم الصلاة، والصلاة الكروتة، الصلاة بتاعتنا اللي احنا بقى بنعديها بسرعة قوي كده ودماغنا اصلا في كل حاجة براها ما بتحصلش فيها الخشوع كما ينبغي. ولذلك علشان نتدبر القرآن وعشان نقرأ القرآن بالتدبر ده محتاج الانسان يتهيأ لذلك. المشاغل بتخلي الإنسان ما يخشعش. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني عشان تخشع في الصلاة، ولو واحد قاعد ليل ونهار حتى لو مع امرأته ما في ما 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 بس مش هيتهيأ انه يجد قرآن لو معاه عمال يهزر معاه طول النهار مثلا. تخيل بقى انه بيهزر مع واحده ايه مش حلال له، فضلا ان هو يعاشرها بالحرام. فبنقول الاكل والشرب الكتير يخلي الانسان، الفلوس الكتير يعني يخلي الانسان، الفلوس دي طبيعه عجيبه زي ميه البحر، اللي يشرب منها كتير ايه يعطش اكتر. فالفلوس الكتير دي ما بتوقفش عند البني ادم،
لو كان لابن آدم واديا من ذهب أهم أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان قرآنا يتلى لو كان له واديان لابتغى لهما ثالثة. يعني واديان من ذهب يبقى عايز تاب ما يشبعش. فاوعى الدنيا تاكلك. ربنا شرع لنا بقى العبادات في رمضان عشان اولا نهيئ البدن ياخد احتياجات على قده بس، ويقدر يتحكم هو الانسان يتحكم في احتياجات البدن.